أما الآن فثمانية صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يجري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري زيارة إلى مصر في 7 سبتمبر الجاري. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ سيتوجه إلى القاهرة لمواصلة المناقشات الجارية حول تسريع التعاون المناخي العالمي قبل المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ. وأضافت الخارجية الأمريكية أن كيري سيتوجه أيضا إلى جلاسكو بالمملكة المتحدة في 9 سبتمبر الجاري لإشراق قادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية في الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي العالمي وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا. وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، كما تولى عام 2021 رئاسة الوفد الأممي الزائر لتقييم عمل البعثة الأممية في ليبيا. وخاض باثيلي الانتخابات الرئاسية في السنغال للمرة الأولى في فبراير 2007 واحتل المركز السادس. أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار، وذلك لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة وسط تصاعد التوتر مع بكين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأسلحة تشمل 665 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها. كما أكدت الصين أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة لبيع أسلحة لتايوان. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن بلاده ستتخذ بحزم إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء الوضع المستجد، مشيرا إلى أن بكين تدعو واشنطن إلى الغاء الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان خشية أن تؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى السلام والاستقرار في مضيق تايوان. أعلنت سلطات مدينة نارهاودار في مقاطعة زابوريجيا أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية محملة بالذخيرة بالقرب من المحطة النووية. وقالت سلطات المدينة إن القذيفة لم تنفجر، مشيرة إلى أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون محاولة مهاجمة المحطة على الرغم من وجود موظفين للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. كما أضافت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة على بعد مئات الأمتار من المحطة. قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن 8 من أفراد الشرطة لقوا حتفهم في هجوم بالمتفجرات غربي البلاد. وأكد الرئيس الكولومبي أن هذه الأعمال تعد تخريبا واضحا للسلام، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للسلطات للانتقال إلى المنطقة لإجراء تحقيق. وقالت مصادر بالشرطة إن المسؤولين لقوا حتفهم عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بالمتفجرات. Suspender órdenes de captura a esos negociadores. ختام موجز 8:00. فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.